اليوم نظمت ندوة صحفية بمدينة أكادير من طرف مركز سوسمة السالي التنمية الثقافية، وحضرنا في هذه الندوة الصحفية كممثلين من جامعة تيزنيت، وذلك لربما لعرض الخطوط العريضة لهذا الملتقى الثالث للسياسة الثقافية الذي سينظم بمدينة تيزنيت أيام 22-24 الجانب الحالي. وبطبيعة الحال هذا الملتقى التالي اتخذ شعارا له ما اصطلح عليه بالسلاسل الإنتاج الثقافي بنقش قيس إلى التتمين. وبطبيعة الحال تم التداول في الكثير من الأمور التنظيمية والأمور المتعلقة بالمحتوى ومضامين هذا الملتقى الذي هو غني من خلال التجارب والعروض العلمية، وحتى حضور بعض المهنيين الخبراء الذين سيؤثرون الكثير من الورشات التي ستنظمها بالمناسبة، دون أن ننسى التفات المركز واللجنة التنظيمية بصفة عامة إلى تجارب الجمعيات من خلال المعرض الموازي الذي سينظم بإباهة الجماعة. وكل ذلك في أفق التأكيد على أن الثقافة ليست شيئا زائدا، وإنما هي معطى يمكن أن تخلق الثروة على غرار القطاعات الإنتاجية.